عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وصحة وسلامة، اسعد الله اوقاتكم بكل خير يا مستمعين قراءة برج العذراء. النهاردة معايا قراية فنجان برج العذراء. طبعا مقدما كده هتختاروا رقم من التلاتة الموجودين، رقم تلاتة او تمانية او اربعة، هنختار رقم ونحط نية على الرقم، واخر الفيديو هنفتح الرسالة الرقم اللي انتوا هتختاروه، وكمان هنشوف النية اللي احنا حطناها على الرقم هتتحقق ولا لأ، وان شاء الله بإذن الله كل امنياتنا وحياتنا تكون فيها تفاؤل وتكون فيها سعادة ان شاء الله بإذن الله يا برج العذراء. انا من الشخصيات اللي بتشجع برج العذراء وبتحبها جدا، علشان هم اطيب ناس وقلبهم طيب جدا وقلبهم نظيف وفيهم كل الصفات الحلوة جدا. بس برج العذراء انا دايما بقول عليه ان هو تعبان في حياته، ودايما عنده غدر كتير وطعنات كتير، ودلوقتي هنشوف الفنجان هيقول لنا ايه، وان شاء الله باذن الله على الاقل نطلع بشويه معلومات صغيرين تفرح برج العذراء اللي دايما حزين وحاسس بالوحده. اول حاجه هنقول بسم الله. طبعا ما تنسوا زي ما قلت لكم هتختاروا رقم من الثلاثه وتحطوا عليه نيه، واخر الفيديو هنشوف رساله الرقم ونشوف النيه هتتحقق ولا لا. اول حاجة يا برج العذراء، انت مفيش راحة اصلا في حياتك حاليا. بعض برج العذراء، احنا لما بنتكلم عن بعض جزء وجزء، بعض برج العذراء مفيش راحة عندهم ابدا، جسديا صحيا دايما تعبانين، صحيا عندك تعب، عندك ضغط نفسي، عندك تفكير مستمر 24 ساعة في 24 ساعة، عندك حيرة بين امرين يا برج العذراء، في امرين انت محتار فيهم مش عارف تختار انهي. انت قاعد وبتحسب عقوبات الحاجة الاولى والحاجة التانية، هتقدر تكمل ولا لا؟ بتسأل نفسك وقاعد وبتسأل نفسك انت هتقدر تكمل في الحاجة دي ولا الحاجة دي. عايز تختار حاجة فيها، حاسس الحاجتين انت حاسس انه فيها حياتك والتانية حاسس انه فيها سعادتك، يعني اشياء ملخبطة عندك وانت حيران بين الامرين. احسب قراراتك علشان ما تندمش في مستقبلك. انت برج العذراء عايز او بتسعى لتغيير كل حاجة في حياتك، حتى حياتك عايز تغير، انت كمان نفسك تغير اسمك، نفسك تغير مكانك. بعض برج العذراء عايزين يطلعوا رحلة يغيروا جو، وبعض برج العذراء عايزين يغيروا حياتهم بالكامل. انت ناوي على سفر، ناوي على سفر يا برج العذراء، بتسعى علشان سفر. بس احب اقولك بعد التعب والحيرة والغدر، انت اكتر برج حصل له غدر وخيانة وخد طعنات وخد غدر من اشخاص كتيرة جدا، بس احب اقولك انك عندك حظ حلو جدا ان شاء الله باذن الله قريب، عندك حظ حلو فما تقلقش، وعندك تغيير حال وكمان هدف هيتحقق. بس ابعد عن التفكير المستمر اللي واخد كل وقتك واخد كل تفكيرك واخد كل مجهودك. حصل عندك زعل، حصل عندك زعل مع اشخاص مقربين ليك، ودلوقتي حاليا بيحاولوا او بيسعوا علشان يرضوك ويحاولوا ان هم ما يكسبوا رضاك ويرجعوا العلاقات بينك وما بينهم. بتسأل نفسك يا برج العذراء انت ببيتك ليه مش مرتاح؟ بتسأل نفسك يا برج العذراء انت ببيتك ليه مش مرتاح؟ ليه في ارض البيت عندك مع اهلك مش حاسس بالامان ولا حاسس بالراحة؟ بتسأل نفسك ليه؟ والاجابة ان انت عايز حاجة والاشخاص عايزين حاجة، فمفيش تفاهم بينك وما بين الاشخاص اللي هم مقربين منك، علشان كده انت في ارض بيتك مش مرتاح. وحاجة تانية يا برج العذراء، في حد فات على بيتك، حد قريب ليكم،
حد قريب ليك يا برج العذراء دخل على بيتك وخرج، خد كل حاجة حلوة كنت انت بتمتلكها، خد السعادة وخد الراحة وخد كل حاجة، وساب لك بس العين والتفكير والتعب. يعني الاشخاص اللي دخلوا بيتكم وخرجوا سحبوا كل حاجة وسابوا لك بس العين، سابوا لك العين على بيتك وعلى حياتك. خد بالك يا برج العذراء من القرارات اللي جاية اللي انت هيتوجب عليك تاخدها، خد بالك من القرارات، فكر فيها كويس جدا. برج العذراء، انت دايما ما عندكش حظ مع الاشخاص اللي انت بتثق فيهم، مشكلتك انك قلبك طيب وبتثق في الناس بسهولة وبتدي كل واحد حقه وزيادة، وعشان كده دايما بتاخد طعنات منهم، وكمان ما عندكش حظ مع الاشخاص اللي هم مقربين منك. احب اقولك يا عذراء ان الغدر وراك حتى لو رحت فين، الطعنات والغدر وراك مش سايباك في حالك ابدا. برج العذراء، انت سمعت كلام او حصل عندك مناقشة مع حد من افراد العيلة او مع حد وزعلك، سمعت كلام زعلك او سمعت خبر زعلك، او في حد عندك تعبان زعلك، او حد من اهلك او من اشخاصك المقربين عمل عملية، انت في حاجة مزعلك. بشرة حلوة لفتاة برج العذراء، عندي انت منتظرة خبر حمل، متهيألك ان انت حامل، بس ان شاء الله بإذن الله عندك مولود جديد في العيلة وفي الأسرة. برج العذراء، انت عايش وحدك وعايش وحيد، عايش في وحدة وعايش وحيد، مفيش حد جنبك يا عذراء. برج العذراء، عندك حد دايما بيدعي لك، حد كبير في السن دايما بيدعي لك براحة البال، لو متجوز بيدعي لكم بالذرية الصالحة، بالزواج السعيد، بالرزق الكتير، عندك حد دايما بيدعي لك في حياتك. في مشروع هتدخل فيه هيجيب لك رزق. انت برج العذراء مهنيا بتحب الشغل جدا وبتحب العمل وبتكافح وبتتعب جدا 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 علشان تبني مستقبلك، طموحاتك عالية، بتبقى عايز تبني مستقبلك وتأسس حياتك وتشوف دنيتك انت عايز تعمل فيها ايه. بس انا احب اقولك انك عندك توقعات ورق حلوة جدا ليك، وعندك رزق حلو جدا هيكسبك مكسب حلو انت في محتاجه. اما صحيا يا برج العذراء، زي ما قلت لك ان انت عندك دايما وجع راس، بتشكي من الم اسفل الظهر، بتشكي من الم في المعده، بتشكي من حاجات تعباك يا برج العذراء في جسمك. عاطفيا يا برج العذراء، وبشره حلوه جدا، انت عندك خطوبه، عندك فرحه، رجوع حبيب. برج العذراء، انت اكتر اشخاص ناس اتدخلت علشان توقع علاقتك بينك وما بين الشريك، حصل عندك دخل ناس كتيرة جدا 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 علشان توقع بينك وما بين الشريك يا برج العذراء. ما انت مع الشريك دايما في مشاكل ومفيش راحة، مع الشريك دايما في مشاكل ومفيش راحة عندك يا عذراء، ودايما ناس كتيرة جدا كل العالم بتوقع بينك وما بين الشريك يا برج العذراء. احذر وكون حذر، وبرضو مع برضو العلاقة بتنتهي وترجع تاني احسن من الاول واقوى. بس بعض برج العذراء مش مرتاحين خالص عاطفيا وعندهم مشاكل على طول مع الشريك، وبعض برج العذراء عندهم فرحة حلوة جدا وعندهم خطوبة وفرحة في ارض البيت او مع اشخاص هو بيحبه. فعاطفيا انا شايفة ان انت عندك استقرار ان شاء الله، وعندك راحة حلوة جدا، وعندك خطوبة او جواز، او انت ناوي على خطوبة او فرحة حلوة ان شاء الله باذن الله. بس احذر يا برج العذراء من الغدر او من الاشخاص اللي بيحاولوا دايما يوقعوا بينك وما بين الشريك،
مع ان انت قلبك طيب جدا وبتثق في الناس بسهولة زي ما قلت لك. يعني يا برج العذراء اقدر اقول لك ان انت عاطفيا حلو جدا ان شاء الله، وماديا هيبقى عندك رزق وحاجات حلوة، وصحيا حاليا انت عندك وجع دماغ، عندك ألم، وعندك حاجات بتشكي منها، بس انا شايفة ان شاء الله بإذن الله صحيا هتكون احسن من الاول. بس ابعد عن التوتر والتفكير المستمر، وشايفة توقعاتك كلها جميلة، وان شاء الله بإذن الله شهر نوفمبر يكون شهر خير ليك وشهر سعادة. بس انا عايزة أسألك سؤال يا برج العذراء، وياريت كل اللي بيسمع الفيديو يجاوبني عليه. انتوا ليه مع الراحة دي كلها عايزين تمشوا، ناويين برضو على تغيير المكان؟ وبعض برج العذراء عايزين يسيبوا الدنيا كلها ويمشوا، وبعض برج العذراء مرتاحين بحياتهم. وطبعا اجزاء طبعا يا جماعة بيختلف، القراية واحدة والتوقعات واحدة، بس كل حاجة بتختلف من البيئة والتربية والحياة اللي احنا قاعدين فيها ومتربيين فيها مع الاشخاص، فطبعا ده بيفرق. بس انا شايفة توقعات برج العذراء جميلة جدا، واخبار حلوة ان شاء الله باذن الله، وتوقعات جميلة. دلوقتي طبعا هنشوف رسالة كل رقم احنا اخترناه، والنية اللي احنا اخترناها اللي احنا حطيناها على الرقم. رسالة رقم 3، رسالة رقم 3 عندك حظ حلو وتفاؤل، والتفاؤل السعيد والحياة السعيدة ان شاء الله باذن الله. اما رقم 8 عندك زيادة في المال، وعندك تحقيق عدالة، وعندك تحقيق هدف. رسالة رقم 4 رقم المواهب، عندك تغيير اتجاه وارتباط وسفر وعدالة. هنشوف النيات اللي اتحطت على رقم الارقام. النية اللي اتحطت على رقم 3 اهدى وتفائل وبالتحقيق وبالتوفيق كمان، علشان رقم 3 رقم متفائل. اما نية رقم 8 قول يا رب ولا تنسى ان الله قادر على تغيير الحال. نية رقم 4 محتاجة شوية صبر وهتتحقق ان شاء الله بإذن الله يا نية رقم 4. اتمنى تكونوا استفدتوا من القراءة، حتى لو بشوية معلومات صغيرين. ان شاء الله بإذن الله كل الخير ليك يا برج العذراء. وطبعا ما زي ما قلت لكم اي حاجة عايزينها اكتبوها لي في التعليقات، وانا هشارككم في التعليقات وهرد عليكم. وطبعا تجاوبوني وتقولولي القراءة عجبتكم ولا لا. وتحياتي ليك يا برج العذراء.